يحتفل مركز سرطان الأطفال بعيده العاشر بنيسان 2012، وهو مركز مجاني لمعالجة الأطفال المصابين بمرض السرطان. وبمناسبة هالعيد بنظم هالمركز حملة خاصة لجمع التبرعات بعنوان Call for Life ولمساعدة أكبر عدد من الأطفال للشفاء، علما أنه نسبة الشفاء بتوصل عند الأولاد لأكثر من 80%. منتابع نحن ويكون هالحملة. They adjust tubular glomerular ratio and you decrease proteinuria. Right. Nobody has shown that they actually prevent renal failure. Okay, so but we think that. However, the weird thing is that on his last bone marrow, where he had 17% or 18% blast, and the hemoglobin and platelets are okay, she received Rosafen and she will be admitted. It's harsh. ليش سلمت معه؟ تسليت هالسنة راح. ليش؟ ليش انت هون؟ بس آخر شو بك؟ بس آخر بتعرف ليه عم تجري هون؟ ليش؟ لأتعالج من شو؟ من السرطان. اوكي. وهلا انت اليوم اخر نهار؟ شو رح تعمل؟ حامل قلبي وبمره وروح البيت. تفاصيل أكثر عن هالحملة مع السيدة كارين خوري. مساء الخير كارين، أهلا وسهلا فيك، تفضلي. ببداية الحديث بدي بس أعمل هيك لكل الأولاد الموجودين بالتشيلدرن كانسر سنتر يلي عم يحضرونا الليلة، ونزقفهم زقفة كثير كبيرة لأن نحن كلنا هون منحبهم ومنعرف أنه عم بيقطعوا بمرحلة صعبة نوعاً ما اليوم بالتشيلدرن كانسر سنتر، بس قريباً رح يرجعوا كلهم على بيوتهم ورح يرجعوا على الحياة العادية مع أصحابهم بمدرسهم، وأكيد كل الحياة أمامهم. مشان هيك لو كانت المرحلة شوي صعبة نحن بنوجه لكم بوسة كتير كبيرة وتحية كتير كبيرة. تشيلدرن كانسر سنتر بعيده العاشر عم بتساعدوا عدد كتير كبير من الأولاد بهالعشر سنين، كم حالة اجت لعندكم وكم حالة ساعدتوها؟ مركز سرطان الأطفال تشيلدرن كانسر سنتر تأسس بأبريل 2002. نعم. السنة عم نحتفل احتفال كتير كبير، عشر سنين تمروا على مركز مثل مركز سرطان الأطفال اللي قدر يعالج أكثر من 800 ولد معهم أوف. سرطان بدون أي كلفة على الأهل وباعتماد كلي بس على التبرعات وتبرعات الخيرين بالمجتمع إن كان اللبناني العربي أو حتى العالمي. اللي شفناه هلأ دوكيومنتري عن المركز، حياتنا هيدي هي بالمركز كل يوم مع الولاد. كارين، وصلت لمرحلة قلتوا أنه ما بقى فيكم تستوعبوا عدد كبير من الأطفال لأنه ما كان عندكم الإمكانيات المادية؟ هلأ لأنه معتمدين بشكل أساسي على التبرعات. نعم. الميزانية السنوية مثلاً السنة وللسنتين اللي مضوا بتتخطى 10 إلى 12 مليون دولار، وهيدي كلها لازم تتأمن من التبرعات سنوياً. 12 مليون سنوياً 12 مليون دولار لنقدر نكفي الوليد لتعالجوا كم ولد؟ لنعالج بشكل يعني بشكل دايم اليوم عنا على القليلة 300 إلى 350 ولد عم بيتعالجوا من السرطان.
بالمركز. العلاج عند الولد الصغير بيختلف عن العلاج الشخص أكيد طبيعة الكانسر أو السرطان اللي بيجي عند الأطفال نعم. بيكون أكيد غير كرمال هيك مثل ما أنت ذكرت نسبة النجاح بمعدله عندنا مثلا حوالي 70-80% أخ وقت عم نحكي يمكن بسرطان الكبار أكيد يمكن النسبة محلات بتختلف فسرطان الأطفال وبوجود مركز سرطان الأطفال ماشي يمكن بينخاف منه وهنا بدي ناوي كمان يمكن لكل اللي عم يحضرونا انه يعني سرطان الاطفال منه شيء كثير عاده بيصير اقل من 5% بالعالم من الاولاد بيصير معهم سرطان فمنا شغله كثير عاده بتصير بس الاعداد لسوء الحظ عندنا بلبنان وبالمنطقه حتى عم بتزيد كرمال هيك نحن مستمرين أكيد بدعم كل الخيرين اللي بيدعموا وبيساعدوا مركز سرطان الأطفال. اليوم عملتوا حملة اسمها Call for Life. شو هي هالحملة يعني؟ افتتاحية احتفالات مركز سرطان السنة هي Call for Life. نعم. عم ندعي كل الناس يتصلوا اليوم وبكرة وكل ما فيهم بهيدي الفترة كل ما هي عم بيشوفوا الدعايات على التلفزيونات وعلى الراديوات وين ما كان يتصلوا على 14-17 ويعملوا دونيشن بلج بيردوا عليهم المندوبين هني منتظارهم بيعملوا قدي بيحبوا يعملوا تبرع لمركز سرطان الأطفال وبيتوجهوا على أي فرع من بنوكة SGBL أو على حتى الـ ATM machines تبع الـ SGBL ويعملوا الدونيشن تبعهم بالإضافة في عنا الويب سايت تبع مركز سرطان الأطفال اللي هو cccl.org.lb فيهم كمان يعملوا التبرع أونلاين أكيد الرقم ولا عنوان عم يقطع بأسفل الشاشة وبتصور كل شخص رايح على الـ ATM يسحب مصاري إذا فات على المنيو وتبرع شوي ولو كان بدولار أو خمسة عنده. دولار كل فينا ما ضروري يكون يعني كارت SGBL أو هو يعني بس على ATM SGBL عم يدعمونا بهالموضوع بشكل كتير أساسي ونحن نتشكرهم عم بيقضي شيء إذا بدنا نحكي مبلغ إضافي هن الأجبال ولا كل مبلغ عميله أكيد لا أو حتى بالاتصال على 14-17 ما بيكون في أبدا كلفة إضافية على المكالمة كاري أخوري مش بس لحالكم اليوم بالتشيلن كانسر ساتة عم تشتغلوا على هالحملة في كمان دعم من ليو برنات وفي دعم من عدد كثير من الأشخاص مثل غريس ريحان وغيرهم إذا فيك تحكينا شوي أكثر عن هالموضوع أكيد لنطلق هيك كامبين كبيرة مثل الكول فور لايف بحاجة لدعم كتير أشخاص وكتير جهات من أهمهم كان شركة ليو برنات اللي هي عاد إيجنسي كتير معروف بالكرياتيفيتي تبعها نعم. وهون بستغنم الفرصة كمان لأشكرهم على كل دعمهم وكل سيرفيسهم اللي هن قدموا كل هالسيرفيس توتالي فور فري لدعم مركز سرطان الأطفال وبشكرهم على الفكرة اللي كتير أوريجينال هلا أكيد ريبريزنتيف من ليو برنات مدام منال ناجي بتحكي أكتر عن الموضوع نعم. وكمان في عنا الارتست اللي هي كريس ريحان شاركت كمان بهيدي الكامبين وعندها بروجي كتير مهضوم كمان هي بتحكي عنه أكتر أكيد تنعرف تفاصيل أكثر عن هالمشروع نحن نشكرك كثير كارين خوري ورح نستقبل من ليو برنات السيدة منال ناجي مساء الخير منال أهلا وسهلا مساء الخير منال من ليو برنات عملتوا الحملة للتشيلدرن كانسر سنتر كيف كانت هالحملة وعلى أي أساس اشتغلتوا حتى تقدروا تشجعوا الناس يتبرعوا هي بلشت أكيد الحملة وقتها اجوا لعنا مركز سرطان الأطفال نعم. وأول شيء عملناه رحنا زرنا المركز من هون بلشنا شوي نستوحي فكرة الإعلان كلها الكامبين كلها حشو حتكون مرتكزة قعدتوا مع الأولاد زرتون زرنا المركز قعدنا مع الأولاد exactly. نعم. exactly. وهونيك كان في كتير inspiration لأنه بتشوف الأولاد وقدي positive وقدي مش مثل ما بتتوقع نعم. وكتير حلو وبتشوف قوتهم وبتشوف قدي عم بيعملوا عن جد miracle every day وشفنا الكل بيقول أنه عم بيتعالج من الكانسر يعني منه تابولة قلونا ومش محبين عليهم قوة رهيبة عندهم قوة أكتر منا كلنا it's contagious فمثل عادتنا نحن وصلنا كتير بوزيتيف وعندنا كتير قوة لنقدر نشتغل على الكامبين رح نتابع نحن وياك الحملة ودغري من بعدها منتابع حديثنا
عملتوها. اليوم العمل كشركة إعلانات كيف بيكون وقت يكون على عمل إنسانة؟ مثله مثل أي بروجي، مثل أي كليان، بنعطيه الأهمية اللازمة. بس بفتكر هون لأنه عنا كل واحد هيك درايف شخصي منه، لأنه عم بيشتغل for a cause، بحب أنه يعطي أكتر، وأوتوماتيكلي بتلاقي حالك أنت والأشخاص اللي عم تشتغل معهم. يعني البرودكشن هاوس مثلاً إنتاج كمان من كل قلبهم كانوا عم بيشتغلوا، الدايركتر وسام سميرة كمان، كل الأشخاص اللي اشتغلوا على الكامبين. هي أكتلي قسمين، هي التي في سي، التي في كوميرشل، والبرس أدز. والفكرة كفت وقررنا ننزلها على الشارع. يعني هي كل الفكرة أنه they cannot perform miracles without your help. Okay. والفكرة أنه نحن to be active. So حكينا we contacted artists واتفقنا معهم، وحيكون في من 12 ل19 street performances when في graffiti artists, musicians, singers, actors، كلهم رح ينزلوا وحيكونوا بالشارع performing. ما حيكون في محلات معينة، بس مثل a typical street performance وين بيكون واقف على زاوية الشارع، فجأة حدا بيشوفه و they interact with them. وبالنهاية في حيكون في a number to call to donate money، وفي عندك ال QR code كمان that you can scan on the spot. هيك انت وماشي على الشارع فجأة بتكتشف a performance و you interact with it and on the spot you donate money. ضمن البرفورمرز في عنا غريس ريحان يلي رح تكون موجودة، وبتصور مع غريس رح نقدر نعرف تفاصيل أكثر عن شو رح يكون دورهم بهيدا الإيفنت. احنا نتمنى لكم كل الخير وشكرا لك لكل شيء عم تعملوه. ومستقبل دغري غريس ريحان. غريس ريحان مساء الخير واهلا وسهلا فيك. من الاخير كمان رح تشاركي بهالستريت بيرفورمانس يلي رح تصير قريبا لتساعد تشيلدرن كانسر سنتر، وتخلي هالاشخاص شوي اللي رح يشوفوا هالستريت بيرفورمانس يصيروا ينتبهوا شوي اكثر على المشروع، يصيروا يشاركوا بالمشروع اكثر، ومن هون بتقدري تعلي الاويرنس عند هالاشخاص. شو رح تعملي على المضبوط؟ أول ما اتصلوا فيي ليو برنات كرمي لحتى شارك بهالإيفنت هيدا، كتير تحمست أول شيء. بعدين أول رحنا زرنا المركز سرطان الأطفال، الواحد بصفي الأفكار تجي أكتر. وبما أنه هني بحبوا أنه كل العالم تشارك لحتى مركز سرطان الأطفال لحتى يساعدون، أنا حبيت كمان بهالبرفورمانس تبعيتي العالم يشاركوا معي بالبرفورمانس، يعني ما أكون أنا عم بعمل بس العالم تتفرج، أي ما تكون العالم يعني تكون observer، تكون بس يعني involved بهالموضوع هيدا. وكان بدي أنه يحسوا حالهم أنه هني مش بس عم يعطوا بس مصاري، عم بيشاركوا، مش ضروري يرسموا بس. هلأ رح خبرك in details. طب خبرين هلأ شو وقت المركز عندي كانت نقطة وين بدي نقي المحل كانت مهمة كمان، لأنه قلت أنه عادة الأرتست كلهم بيروحوا على مناطق أرتستيك مثل الجميزة، مثل حد البيروت أرت سنتر، مثل هيدا. قلت أنا بدي يكون شوي حد مول، حد يمكن العالم مشغولين بغير أشياء، لحتى ألفت له النظر ليجوا لعنا. رح أخذ نقطة حد الأبيسي، وقتا بينزلوا من نزلة الأبيسي لننزل على صوب السوديكو في مفرق زهرة الإحسان، في هيدا زاوية الحيط أبيض حلو وواحد بيقشعه من كل الميلات. والارت وورك تبعي رح يكون رسمي على الحيط، بما انه نحن بدنا نقاش وسنسيبيليزاسيون، الرسمه رح تكون هي لاندسكيب لبنايات مع ساحه، والعالم عم يكون مرسومين عم بيحكوا عم بيقولوا اشياء، مثل انه الاكشن هي اذا الواحد عمل فعل احسن مما يحكي حكي او غير اشياء عم نقولهم. ورح اترك بهالارت وورك هيدا اربع فراغات سيلويت للعالم، رح يجوا هالعالم يتصوروا معنا بهال يشاركوا، يعني يكونوا يعني يوقفوا ليتصوروا مع هالرسمه هاي. ورح يكون في معي اكيب عم بتصور فيلم او عم نصور فوتو،
وهن وقتا يخلصوا من الصورة رح يمضوا يلي بيحب يمضي اسمه أو يلي الولد الصغير إذا ما عنده أمضى أو في ناس ما بحبوا يمضوا يحطوا الأبران تبع إيدهم أو إذا عندهم جملة هن يقولوها يزيدوها كمان فينا نزيدها. من الآخر كريسة حجر يعطيكم العافية وإن شاء الله الكل هيك يكون عندهم هالقوة تيساعدوا. ناجي سوراتي أكيد لازم نهني الكانسر سنتر بلبنان وإن شاء الله يصير في سنترز هيك لكل الأمراض لأنه عم يعملوا شغل فظيع. جوليا سرور موفقين. رولا منصور أنا بدي أطلب أنه مش بس يشوفوا الرقم ويقولوا إيه هيلا بدنا نتبرع دغري دغري يتلفنوا ويتبرع. صراحة بس أنه في شق المحزن بس تشوف الأولاد أنه عم بيعانوا من هيك مرض ومن تاني جهة الشق المفرح بس تشوف الهوب بعيونهم وقديش هن مزبوط. يعني هن اللي بيعطوك لإلك الأمل فأكيد هذا الشيء بحمسنا أكثر. نتمنى أنه كل العالم التلفين ودغري وكل التوفيق للتشيلدرن كانسر. رولا كعدي أنا بدي أقلك يعطيكم العافية وهل عم تشتغلوا ما فينا نعبر عنه أصلاً بس بدي أقلك أنه نحن كمان أول ناس نازلين طبعاً من الآخر لكل الأرتست 1417 هو رقم التليفون يلي لازم تتصلوا فيه ومن خلاله بتعرفوا كيف تتبرعوا أو تفوتوا على الويب سايت. نحن رح نعطيكم دقيقة قليلة بريك روحوا واتصلوا ودخلوا من بعده منتابع من الآخر. شكراً.